نبتدي نقول اللهم انا نوينا نفع عبادك فاعنا على ذلك انك على كل شيء قدير. طبعا احنا داخلين في فتره بتعتبر من الفترات الثقيله في مجال خدمه وعمل بنك الطعام واكيد الأرمان، لان في فترات اللي بنشتغل فيها طول السنه الحاجات الشهريه، لان احنا شغالين طول السنه مش فترات معينه زي رمضان او كده، انما فتره رمضان فتره عيد الاضحى دي تعتبر مواسم، فبنخدم عدد يكاد يكون 10 اضعاف العدد اللي احنا بنخدمه بشكل شهري. الترتيب لموضوع رمضان عيد الاضحى طبعا موضوع مش بسيط، والفكرة احنا الحمد لله بدأناها من 10 سنين، كنا اول ناس نعمل صك الاضحية، من منطلق ان احنا لقينا ان كل واحد من اللي بيأدي الشعيرة دي وبيذبح بيوزع على نفس الناس. حضرتك بتذبحي في البيت توزع على البواب والسايس بتاع الجرايد هم نفس الناس اللي حواليا، وكل واحد منهم ياخد له 30 40 كيلو من العماره او من العمارتين ما عندوش مكان يخزن فيه بيروح يبيعها، او لو حتى عنده مكان بيخزن فيه بيحرم اخرين ان هم يشوفوا اللحمه دي بشكل نهائي طول السنه. إضافة طبعا للمواضيع البيئية نتيجة طبعا للسكن في عمارات أو كده، والذبح ما بقاش متيسر زي زمان، بنشيل هذا العبء عن المضحي وبنوصلها للناس المستحقة فعليا اللي عمرهم ما كان بيوصل لهم، لأن احنا بنخدم مصر من شرقها لغربها ومن شمالها لجنوبها في كل محافظات مصر من حلايب وشلاتين لغايه السلوم. احنا متواجدين بنشتغل من خلال 9000 جمعيه النهارده بيتعاملوا مع بنك الطعام، بيتوصل من خلالهم من خلال الابحاث. طبعا في العيد لازم يوصل لهم ويعيدوا ويوصل لهم اللحمه دي، مجهود جبار، عمليه الذبح، عمليه التجميد، عمليه التوصيل لغايه الاماكن دي، عمليه مش سهله غير الحاجات اللي هي بتبقى جافه، لان دي حاجات بتبقى معرضه طبعا معرضه لكن دي ممكن بالظبط تبوظ لو ما تمش حفظها بطريقه سليمه بالظبط. وبعدين موضوع ان حضرتك توفري هذا الكم اللي النهارده بقى اصبح على عاتقنا، ان احنا بنوزع لحوالي 2 مليون اسره في عيد الاضحى بنوزع عليهم لحمه، طبعا رقم مهول، يبقى لازم اللحمه دي تتوفر ولازم تتوفر في الداخل مش بس الخارج، لان احنا بنذبح في مصر وبنذبح خارج مصر عشان نقدر نوصل للسعر اللي احنا بنتكلم فيه. احنا عندنا مزارع بتاعتنا بتاعت التسميم وبنتسوق برضو داخليا من موردين اخرين، وعندنا مشاركات مع بعض المزارع الاخرى عشان نقدر نوصل لاحسن سعر، بحيث انه برضو بنخفف على المضحي او نكتر عدد المضحيين عشان يستفيد اكبر عدد. فبنذبح في مصر، واللي بيتذبح في مصر بيتوزع على الاسر في فتره العيد، اللي بيتذبح خارج مصر واحنا بنذبح في استراليا وفي البرازيل وفي الهند، اللي بيتذبح هناك بيتذبح برضه في الايام الشرعيه اللي هي ايام التشريق، وبعد الذبح والسلخ على الطريقه طبعا الاسلاميه. ده في الهند ده؟ ايوه ده بالظبط اللي موجود دلوقتي اللي بيعرض، ده بتاع السنه اللي فاتت، عمليه الذبح بتاعت السنه اللي فاتت في الهند. وطبعا احنا بنذبح تسهيلا وعلى الذبح، لانه لما حضرتك تذبحي 7 خرفان غير لما تذبحي عجل واحد، العجل بيجزئ عن 7 وفي نفس الوقت بيدي لحمه اكتر. وطبعا احنا عندنا فتاوي لحاجات عجل كتير. عجل واحد بيدي لحمه اكتر من 7 خرفان؟ طبعا طبعا، يعني ودي كلنا طبعا عارفينها وكلنا النهارده بنستخدمها كمؤسسات بتشتغل في هذا المجال. اللي بيتذبح بره مصر بعد ما بيتسلخ وبيتقطع وبيتشفى بيتجمد وبيتشحن على مصر هنا، احنا بنستخدمه بعد كده في تصنيع لحوم، مصنعات، معلبات اللي هي لحمه بالخضار، بتتوزع مع الكراتين الشهريه اللي بتتوزع طول السنه. السنة اللي فاتت على سبيل المثال مطلعين 22.5 مليون معلبة لحمة بالخضار، ده إضافة للي بيتوزع في فترة العيد.
عشان حضرتك توفري الكلام ده بقى كله، عشان تتعاقدي مع الناس دي، وعشان تربي ال 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 هذه العجول، طبعا مجهود جبار ومحتاج امكانيات كبيره جدا جدا. وعشان كده انا عايز برضو يعني اناشد الناس، احنا بيبقى عندنا من بدري يعني ناس بتستنى لاخر لحظه عشان تطلب الصك بتاع الاضحيه. طيب المفروض الناس تعمل ايه وتروح فين؟ الناس من بدري، يعني احنا مجرد ما بننوه المفروض ان هو ما يروح يشتري الصك الاضحيه. اللي عايز ينبنا ان احنا نقوم بهذا الدور نيابه عنه. وطبعا احنا دلوقتي كمان وبوجه الكلام ده النهارده ان احنا بنوزع الاضحيه بالكامل.